المزار المعرض، أتمنى لما تطلعون تزورون المعرض للرائعة جنات موجود بالخارج. أهلا وسهلا، السلام عليكم. أنا جنات، عمري 15 سنة، بديت الرسم من عمر 5 سنوات. أختي كانت تحط القلم بقدمي، شوي شوي طور رسمي، شجعوني أهلي. أنا أحب أقول الإعاقة تتحدى كل شيء، تتحدى المرض. لازم واحد ينمي موهبته مهما يكون أي شيء به، أي مرض، حتى لو يعني أي شيء يصير فيه لازم ينمي موهبته حتى يتحدى إعاقته ويتحدى مرضه. عافية عليك.